أهلا بكم من جديد. قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن بلاده ستبدأ عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد شرق الفرات في سوريا، وأن العملية لا تتوقف على الانسحاب الأمريكي. وأكد أيضا جاوش أوغلو أنه تم إخبار الولايات المتحدة أن تركيا ستوفر كافة أشكال الدعم اللوجستي خلال عملية انسحاب القوات الأمريكية. وأشار أوغلو إلى أن بلاده لن تسمح للمقاتلين الأكراد بالاستفادة من الفراغ الذي سيحصل خلال انسحاب القوات الأمريكية، مؤكدا أن أنقرة قد تبحث القيام بعملية عسكرية مشتركة بإدلب مع جميع الأطراف وليس روسيا فقط. على الحدود تتواصل التعزيزات العسكرية التركية استعدادا لمعركة شرق الفرات. تصريحات أنقرة تؤكد عزم الأتراك البدء بهذه المعركة وعدم استعدادهم لأي تفاوض أو تنازل عن حفظ أمنهم القومي في حال تعرضه لأي تهديد. هي رسائل واضحة تصر أنقرة على إيصالها لواشنطن بأنها لن تتهاون في تعاملها العسكري مع التنظيمات التي تصفها بالإرهابية، وهي وحدات حماية الشعب الكردية. عملياتنا ضد وحدات حماية الشعب الكردية ليست مرتبطة بقرار انسحاب القوات الأمريكية أو عدم انسحابها. فالرئيس أردوغان حينما أعلن الاستعداد لعمليات شرق الفرات لم يكن هناك قرار أمريكي بالانسحاب. إذا تمت المماطلة بالانسحاب ومحاولة كسب الوقت فقط سنضطر إلى تطبيق قرارنا. زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى أنقرة لم ترضي الأتراك، بل ظهر خلاف واضح في وجهات النظر، وهذا ما جعل الأتراك يدفعون بالكرة إلى مرمى الرئيس الأمريكي بتكثيف تصريحاتهم حول وجود جهات مختلفة في إدارته تخالف قراره وتحاول تجاوزه بمنع سحب القوات الأمريكية من شرق سوريا. لا ثابت في العلاقات التركية الأمريكية سوى استمرار التوتر وتراكم الخلافات بينهما. المسافة باتت كبيرة بين الطرفين في خلافهما حول توصيف الميليشيات الكردية. لذلك تسعى أنقرة إلى ملء فراغ خلافها مع واشنطن بتفاهمات جديدة مع كل من طهران وموسكو لتضمن بقائها على الأراضي السورية. أحمد غنام، التلفزيون العربي، اسطنبول. ونبحث هذا الملف مع ضيفنا من أنقرة جاهد طوز، الباحث والمحلل السياسي في معهد الفكر الاستراتيجي التركي. مساء الخير سيد جاهد وأهلا بك. بداية، يعني هل يفهم من كلام وزير الخارجية مولود أوغلو أن تركيا مستعدة للذهاب للخيار العسكري حتى في ظل عدم انسحاب القوات الأمريكية، وما هي فرص المواجهة مع هذه القوات؟ نعم، بالتأكيد بإمكاننا قول أن نفهم بشكل واضح من تصريح وزير خارجية تركيا سيد مولود تشاوش أوغلو وأيضا من صناع القرار على مستوى تركيا، نفهم بشكل واضح حتى في أثناء انسحاب القوات العسكرية الولايات المتحدة الأمريكية من سوريا تركيا ستواصل عملية عسكرية في شرق الفرات، لأن الموضوع هذا تماما مختلف بما يتعلق علاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، لأن تركيا تشعر أن هي تحت تهديد من قبل هذه المنظمات الإرهابية. فالحدود شرق الفرات المسافة كبيرة، وتركيا لا تستطيع أن لا تأخذ بعين الاعتبار هذا التعديد على أمن تهديد على أمنها. فلذلك لما ننظر التحركات العسكرية على حدود تركيا وأي أيضا تصريحات من الجهات العسكرية التركية، أيضا نفهم بشكل واضح أن تركيا ستقوم بهذه العملية ضد هذه المنظمات الإرهابية. أما القرار انسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية من سوريا، أنا سابقا كنت قلت كثير من المرات أن هذا القرار ما كان قرار حقيقية، وإنما هي قرار
تكتيكية فقط لمنع بدء العملية العسكرية التركية تجاه شرق الفرات، لأن نفهم ونرى بشكل واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تنفيذ مشروعها من خلال أكراد، من خلال هذه المنظمات إرهابية، ممكن الصح التعبير، في داخل أراضي سوريا، وهو التأسيس نقول دولة حكم ذاتي في شمال سوريا، واستخدامها كورقة ضغط على تركيا وعلى إيران. ولذلك تركيا مدركة تماما بهذا الأمر ولن يسمح بهذا المشروع. تقول حضرتك ورقة ضغط على تركيا وعلى إيران، طيب هل أضعها بنفس السياق؟ يعني حيث أيضا قال وزير الخارجية بأنه تركيا مستعدة للتعاون مع كل الأطراف وليس روسيا فقط. من هي تلك الأطراف؟ من الذي يعني جاوش أوغلو بكل الأطراف ليس فقط روسيا؟ القصد بالأطراف أعتقد هو كل الدول التي تهمها الأمر في ملف سوريا، مثلا دول أوروبا، روسيا، الولايات المتحدة، وحتى الولايات المتحدة. هل قد نشهد تعاونا تركيا إيرانيا مثلا سيد جاهد؟ بالتأكيد إيران لها دور كبير في ملف سوريا، وممكن نرى نشاهد التعاون بين تركيا وإيران بما يخص الأخذ قرارات مشتركة ضد هذه المنظمات الإرهابية، لأن كما قلت قبل قليل الولايات المتحدة الأمريكية ليس حبا للأكراد أو لهذه المنظمات دعم، ليس حبا لهذه الأطراف، وإنما استخدامها أو استغلال وجودهم في بين تركيا وإيران، واستخدامها كورقة ضغط ضد إيران وضد تركيا. ولذلك تركيا وإيران دولتان قويتان ومهمتان ولديهما دور مهم جدا في ملف سوريا، لابد أن يأخذان تدابيرها ضد هذا المشروع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية واضح أن يعني حتى التصريحات الأخيرة اللي جاء من قبل صناع القرار من الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تشير على ذلك، أن الولايات المتحدة الأمريكية هو المشروع الوحيد في المنطقة، طبعا حماية إسرائيل بالدرجة الأولى، والثانية تنفيذ مشروعها في منطقة واستخدام في خلال قرن هذا ضد القوى أو الدول الموجودة في المنطقة، وهذا أمر خطير بالنسبة إلى المنطقة كلها، وهذا ليس للمصلحة الشعوب في المنطقة، وهذا معنى استمرار هذه أزمة في المنطقة ممكن خلال هذا القرن. ولذلك هذا أمر مهم للغاية وخط أحمر، ممكن الصح تعبير بالنسبة لتركيا، خط أحمر، وتركيا لن تسمح مهما كان ثمنها، تركيا ستأخذ هذه تدابيرها مهما كان، لا تقبل الولايات المتحدة الأمريكية أو قبل الولايات تقبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا أمر تماما مختلفة، وتركيا ستأخذ هذه التدابير. فإذا كان هناك حاجة بالتعاون مع إيران فبالتأكيد ستتعاون مع إيران. شكرا لك من أنقرة الأستاذ جاهد طوز الباحث والمحلل السياسي في معهد الفكر الاستراتيجي التركي.